محمد، اهلا وسهلا فيك على هامش مهرجان دبي السينمائي 2016. اهلا وسهلا فيك يا امتثال. شو خبرنا، يعني ما شاء الله عليك كل شوي بشوف لك فيديو على اليوتيوب عم بتغطي المهرجان من الاي للزد. نعم والله، اولا اشكركم على التواجد هنا في مهرجان دبي السينمائي في مدينه جميره. طبعا ستاندكم وايد جميل، عايبني وايد. شكرا. وموقعكم جدا رائع، موقعنا رائع على السجاده الحمراء جدا. طبعا المهرجان هذا نحن يعني من ما بدا من 13 سنه نحن متواجدين معاه كسينمائيين، كمخرجين سينمائيين، وحاليا انا اول مره اتواجد فيه كناقد سينمائي ايضا لتغطيه الاحداث لقناتنا اللي هي قناه السينما في سينما. فالحمد لله على اليوتيوب. نعم على اليوتيوب. الحمد لله قدرنا نحمل كل يوم حلقه، كل يوم تغطيه خاصه لحد ان شاء الله اليوم الاخير تكون عندنا حلقه الاخيره، وبالاضافه لبعض اللقاءات الهامه راح ننزلها ان شاء الله على هامش المهرجان او بعد المهرجان ان شاء الله. انت عارف انه بكره غيروا الوقت من الساعه 2:00 الساعة 6:00، كانت المفروض انه النتائج تكون الساعة 2:00 بكرة. صحيح. نتائج المهرجان تقرر انه تكون الساعة 6:00 بكرة، يعني على وقت برنامجنا، فأكيد انت حتكون موجود اكيد تغطي هالنتائج. بس بدي اياك تحكي لي، هلا في افلام كتير مشاركة بهالمهرجان وانا عم بحكي عنها، يعني الكل ما عم بيأثر انه عم نحكي عن الافلام المشاركة بالمهرجان، ولكن بدي اياك هيك بدي القي بالضوء من خلالك على المشاركات الأفلام الإماراتية، إن كان بالنسبة للمهر الأفلام القصيرة أو الطويلة أو الأفلام الدراما. نعم بتكلم أولا عن الأفلام المهر الإماراتية كون الإمارات. نعم الطويلة والقصيرة. طبعا الأفلام كانت زاخرة ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة، ما بين الأفلام الدرامية والأفلام الدوكومنتريز. طبعا شفنا أفلام طويلة مثل أفلام فيلم المختارون وفيلم ليزا وفيلم انتظار لهاني الشيباني، وكذلك فيلم اسمه الرجال عند الدفن لعبد الله الكعبي. طبعا هذه افلام كلها طويله موجوده في المهرجان، وكل فيلم مختلف عن الثاني على حسب الفكره والقصه. فيلم المختارون يعني هو فيلم مثل ما يسمونه لارجر ذان لايف، يعني يحاول يتضاهى او يتنافس مع هوليوود في هذا العمل لكي يكون هو من احد الاعمال الرائده للدوله العربيه. نعم هو فيلم نجح بهالشيء. هو يتكلم باللهجة السورية وقليلا من اللغة العربية الفصحى. الهوية الإماراتية مفقودة فيه طبعا كشكل إماراتي، لكن هو فيلم في كل حال هو فيلم سينمائي. وكذلك أنا بعرفك يعني صريح وما حيسلم حدا منك. لا المخرج علي مصطفى صديق قديم وأنا أعرفه من زمان، وما شاء الله عنده حس فني راقي وعالي جدا من أيام فيلم تحت الشمس، يعني أعرفه الشخص هذا، حسه جدا راقي. بس هو ناقصه أنه يعمل فيلم في هوية إماراتية 100%، وراح يوصلنا لأبعد بكثير بالمراحل هذه 100% إن شاء الله. إن شاء الله. طب شو يعني اللي هيك خلاه تنفرج أساريره لحمد الريامي بمشاهدة فيلم من هالأفلام القصيرة أو الطويلة أو الأفلام السينمائية يعني الإماراتية على وجه الخصوص؟ الإماراتية إذا فصلناهم يعني بدي أنا فيلم تحكي لي عن فيلم هيك، يعني أنت عجبني كثير يعني جدا اللي أنا بعرف يعني أنت نقدك. يعني خلينا نقول أحيانا بتكون بتزودها شوي، بس أنت كناقد سينمائي ما بتزعل عم بحكي أنت حطيتيني في مثل ما تقولين في دائرة في مأزق خاص يعني مع أصحابي يعني قبل ما كل شيء، بس ما أعتقد راح يزعلون مني صراحة. ما حدا بيزعل من صراحتك أبدا. بس أنا ما يعني مش بخول أن أتكلم ب تقييم او نقد كافي. ليش؟ لان الفيلم راح ينزل تجاريا بعد المهرجان، لكن اقدر اقول انه كمشاهد كمان. كمشاهد يعني انا استمتعت صراحه بالمختارون كشكل عام، كمؤثرات صوتيه، يعني اكشن عجبني كثير يعني، لكن الروح كانت مفقوده بالنسبه لي في هذا الفيلم. بالنسبه لفيلم انتظار لهاني الشيباني واخوي خالد علي، الفيلم فكرته جدا راقي وجدا عاليه، لكن الفقدان كان هناك بقوه. عفوا كيف اقول لك يعني اشرح لك، ان حسيت ان الفيلم كان لابد كان يعني يكتب في الورق ولا ينزل في الشاشه اذا كان ما في امكانيات حاليا. لان ما كانت في امكانيات انتاج اجلوا شويه فراح كان يطلع فيلم قوي جدا في نظري الخاص. طيب. بالنسبه لفيلم
الرجال عند الدفن. الرجال عند الدفن ايضا مفقوده في الهويه الاماراتيه. كنت يا ريت تمنيت من المخرج عبد الله كان يعملها بالقصه الاماراتيه بالحكايه الاماراتيه، لان اعتقد قصته جدا جميله والدراما عنده جدا حلوه وعنده حس فني راقي وحس مسرحي كثير. يا ريت لو كان هذا العمل كان اماراتي بحت 100% بدل ما يكون بلهجه اخرى. اعتقد ما في كان اي مشكله ان الفيلم هذا يكون اماراتي. نعم. علي معزه وابراهيم قصدك اي فيلم؟ علي هذا اللي حفظته الاسم علي ومعزته اللي لا هذا للاسف انا ما للاسف ما لحقت عليه هذا. نعم ما حضر، بس حضرت افلام قصيره، كانت افلام قصيره جدا راقيه وجيده. في المهرجان عجبني فيلم حيوان لنائل الخاجه، ولو اني عندي بعض الامور يعني انا تكلمت معاها بشكل خاص. وعجبني الفيلم روبيان لياسر نيادي. ياسر نيادي يعني ما شاء الله هذا مهر الافلام القصيره. مهر الافلام القصيره نعم عجبني ايضا هذا العمل. حسيت انه عمل فلسفي وفي اسقاطات جميله، اسقاطات فلسفيه جيد. ذكرني بافلام امريكيه مثل فيلم ذا لوبستر. فعجبني يعني يعني شو قصدك انت عم بتلمح على شو يعني؟ لا ما لمح على اي شيء، بس انه عجبتني انه عنده يعني الفكر السينمائي جميل. يعني فكره واسع، ممكن لو يعمل فيلم طويل في المستقبل راح يعمل له فيلم جميل ان شاء الله. نعم يعني احنا الحديث بيطول اكيد. يعني بتمنى انك كنت تجي من امبارح يعني لاستفيد منك اليوم. نعم. وبكره وامبارح كمان. نعم. عموما ان شاء الله بكره كمان نلتقي فيكم نشوف ندردش شوي حول على هامش مهرجان دبي السينمائي 2016. بتمنى لك كل التوفيق حمد الريامي، وشكرا كثير لك، سعدت بلقائك. الله يسلمك. اول مره نلتقي فيس تو فيس. فيس تو فيس اول مره نلتقي مع بعض. ومشكوري ما قصرتوا على الاستضافه السريعه. وفي افلام وايده على فكره، انا نتكلم بس عن الاماراتي، بس في افلام عربيه أكيد، في افلام عالميه. انا يعني حصريا حطيت ريفيو لالاند في قناتنا، وهذا اول مره تصير في الشرق الاوسط. وكذلك في فيلم جميل انا عجبني اكثر فيلم حتى في المهرجان، من انهم يروحوا يتابعوا. أيوه لا ما بدي اكتب ما راح اقول. اوكي بدي اشكرك حمد. اهلا وسهلا فيك على هامش مهرجان دبي السينمائي 2016. اهلا وسهلا فيك يا امتثال.